السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم في درس قصير وفي فكرة جديدة من أفكار كيفية التعبير عن المشاعر في اللغة الإنجليزية، إن كنت سعيد، إن كنت حزين، إن كنت خائف، إن كنت مظلوم. اليوم سوف نتناول في هذا المقطع القصير basic emotions، العواطف الأساسية في اللغة الإنجليزية. ما عليك سوى المشاهدة والمتابعة، فهي مقاطع قصيرة for beginners، للمبتدئين. مقاطع سوف أقوم بوضع مقاطع للbeginners، وهذه إحدى مقاطع beginners للمبتدئين. دعونا ننطلق الآن إلى الدرس. For example، I'm أو he's She's I'm happy. I'm happy. I'm glad. I'm glad. أنا سعيد، أنا مسرور. نفس الشيء. I'm happy. I'm glad. Glad هي أكثر قوة، more stronger، أقوى من happy، يعني تعبر عن السرور الزائد أو الأكثر. I'm happy. I'm sad. Glad. I'm happy. I'm glad. هنا إذا كنت غاضب، ثلاث تعابير يوجد لدينا. I'm angry. I'm angry. I'm upset. I'm upset. بمعنى أنا غاضب. I'm mad. I'm mad. I'm angry. I'm upset. I'm mad. كلها تعبر عن الغضب. فهنا مات الكل يعرفها مجنون أو ما شابه ذلك، فهي تعبر عن الغضب. مات هو إن يعني الشخص شيئا ما جعله يغضب، وهي تدل أكثر قوة واستخداما. مات. إذا كنت حزين، I'm sad. I'm sad. I'm upset. I'm upset. I'm upset. I'm depressed. I'm depressed. I'm depressed. إذن إذا كنا حزينين، I'm sad. I'm upset. I'm depressed. Upset تعبر عن الغضب وتعبر عن الحزن حسب الحالة التي تكون فيها. إذا كنت مثلا حزين، I am upset. أو إذا كنت مثلا غاضب، I'm upset. Depressed هي تدل على الحزن العميق. Depressed. إذا كنت خائف أو مذعور، مثلا رأيت for example إفعى أو كلب، أو كنت خائف من الأبنية العالية for example I'm scared. I'm scared. I'm terrified. I'm terrified. كلها تعبر عن الخوف أو الذعر. I'm scared. I'm terrified. I'm scared. I'm terrified. أخيرا إذا كنت مندهش، مثلا شخص ما أحضر لك هدية، أو رأيت منظر اندهشت منه، مثلا صديق لك أحضر لك هدية اندهشت أو عبرت عن دهشتك أو صدمت، هذه هي مشاعر الصدمة. I'm surprised. I'm surprised. I'm surprised. I'm shocked. I'm shocked يعني بمعنى مصدوم. Surprised، مندهش، shocked، مصدوم، كلها تعبر عن الاندهاش أو الصدمة. I'm surprised. I'm shocked. إذن هذه التعابير الأساسية في اللغة الإنجليزية، نعيدها مرة ثانية. إذا كنت سعيد، I'm happy. I'm happy. I'm glad. I'm glad. I'm angry. إذا كنت غاضب، I'm angry. I'm upset. I'm mad. I'm angry. I'm upset. I'm mad. إذا كنت حزين، I am. أو I'm sad. I'm upset. I'm depressed. I'm sad. حزين. I'm upset. تعبر عن الغضب والحزن. Upset. I'm depressed. حزن عميق. I'm depressed. I'm depressed.
إذا كنت خائف I'm scared. I'm scared. I'm terrified. I'm scared. I'm terrified. I'm surprised. إذا كنت مندهش أو من شيئا ما أو أحضر لك الشخص ما هدية كنت متفاجئ بها. I'm surprised. I'm shocked. I'm surprised. I'm shocked. أكرر. I'm happy. I'm glad. I'm angry. I'm upset. I'm mad. I'm sad. I'm upset. I'm depressed. I'm scared. I'm terrified. I'm surprised. I'm shocked. هذه أعزائي المشاهدين ومتابعي قناتي هذه التعابير الأساسية في اللغة الإنجليزية. إن كنت حزين، إن كنت سعيد، إن كنت مصدوم، إن كنت غاضب، فهذه التعابير الأكثر استخداما وهي كافية جدا. هذه سوف أقوم بوضع مقاطع قصيرة for beginners للمبتدئين بإذن الله تعالى. لا تنسوا أن أجعل الاشتراك و الدعم لصفحتي على اليوتيوب وإخبار أصدقائكم على القناة، ونعدكم بمزيد من الدروس والدروس الممتعة. لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، وكان معكم المدرس صالح الحاج عيسى. باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.